يا أهلا بالمشاهدين وحيا الله الجميع. الآن راح يكون لنا حديث عن أحد أهم أعمال شاهد الحصرية واللي بدأ عرضها مؤخرا على شاهد، مسلسل الرعب والإثارة الزيارة. صحيح، والقصة مرة حلوة. بنتكلم عن قصة إنصاف اللي وصلت من القاهرة لبيروت عام 1981 عشان تشتغل عند عائلة حداد، وطبعا هذه العائلة مو مرتاحة أبدا، وعائلة حداد مشاهدينا تلاحقها لعنة ويسيطر عليها شر كبير. بطلتي العمل إنصاف وكلير اللي يوصل الصراع بينهم إلى صراع بقاء أو وجود. هذا المسلسل من إخراج المخرج الإسباني أدولفو مارتينيز، ويتألف من 8 حلقات يعرض منها حلقتين كل يوم ثلاثاء على شاهد في آي بي. فخلونا نتابع هذا المقطع للمسلسل ونرجع مع تفاصيل أكثر مع نجمة ختام حلقة اليوم تألا شمعون. عم بصير ترغي مش أول مرة بصير معنا قصص غريبة. الحمد لله على السلامة. الزيارة يعرض الآن على شاهد في آي بي. اشترك الآن. نستقبل معنا الممثلة القديرة تألا شمعون كلير في مسلسل الزيارة. يا هلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا. يسعد صباحك. يا هلا يا هلا. صباحكم. أهلا وسهلا. يلا تألا. أهلا فيك. حياك الله. مرحبا. تفضلي تفضلي. كيفك هدى؟ والله مشتاقين، نورتينا. شكرا. وإحنا سعيدين إنه يعني مسك ختامنا يكون معاك. مع صحيح. هذه الإشراقة اللي دائما تحظين فيها بطلتك معنا سواء في البرنامج أو من خلال الأعمال. في البداية خلينا نتكلم عن دورك في مسلسل الزيارة. نعم. يعني في شفنا في أجواء رعب وخوف، حدثينا كيف بالبداية يعني عرضت عليك الشخصية وكيف وافقتي وكيف اشتغلتي عليها؟ أول شيء يعني بدي أقول إنه هو كان من أصعب الأعمال يلي انعرضت علي، لأنه هذا النوع الرعب هو جديد يعني على إنتاجاتنا نحن العربية، وهو كتير دقيق إنك أنت تفوت بالشيء المستحلك أو الشيء اللي نسميه بعلم التمثيل الكليشيه. فأنا كنت كتير خايفة من إنه شخصيتي توقع بهذا النمط. أو تصير شخصية منمطة قريبة للأدوار يلي منشوفها بكل أفلام الرعب. قريت الناس وحبيت أنه هو مأخوذ من قصة حقيقية. هذا شيء كان محفز لي أكثر أني استفسر وأسأل وشوف هذا العالم الموارائي اللي نحن منفوت فيه أوقات كثير. حبيت الشخصية لأنه هي بتكون بمكان وبتصير بمكان مختلف، لأنه فيها تطور من حالة لحالة. وكمان شفت أنه طارق غطاس خوسيه هو حد عم يشتغل على هذا الجانر بطريقة مضبوطة ومتقنة، مع المخرج أدولفو يعني اللي كمان ملم بهذا النوع. هالعوامل المشتركة يعني هي ساعدت أني أنا أقول أوكي. ولكن كيف أنا اشتغلت الشخصية هيدا عالم لحاله، يعني موضوع آخر. موضوع آخر مختلف. طيب خلينا نشوف سوا مقطع من المسلسل ونرجع. خلاص ما بقى تحكي كلير. أنا مش عم بحكي. لا عم تكذب. بدك تجنني؟ بدك تبعتني على العصفورية؟ مش هيك؟ كلير شو بك؟ كلير رجعي مثل ما كنتي. أنا بحاجة لإلك تكوني حدي. رجعي رجعي. يعني دورك أحس كان في شوية صعوبة إنه تدخلين في بالنسبة للأحداث كلها في هذا المود، وإحنا شفناك في يعني أدوار أخرى مش مشابهة له، فحكينا عن هذا الدور أكثر.
كلير هي إنسانة عايشة حياتها بشكل طبيعي لحد ما هالروح النجسة يعني تدخلها، وهون بتفوت هي بصراع مع قوى الشر يلي هي صارت داخلها، ومع أنها هي ترجع تلاقي شخصيتها لحد ما أنها تستسلم أكثر وأكثر لقوى الشر يلي هي موجودة فيها، وتصير هي الأداة لداسم يلي نحن بنحكي عنه أو منصوره بشخصية داسم، يلي هو من عم بينفذ خططه من خلال كلير. هلأ أنا اللي رحت لقله أني أنسنت أنا الشر، يعني خليت الشيطان أو خليت هالروح النجسة هي فكر فيها بشكل انه شخص. نعم انه لا، واحنا كبشر في عندنا شياطين. برافو عليك. الجن والانس انا بدي اوصل لهون. نعم. بدي اوصل لاكتشفت انه انا بمكان معين، وكل حدا بمكان معين، هو اذا بيترك العنان لحاله ما يعني بيروح للشر المطلق. صحيح. وصرت اكتشف انا عم بلعب هيدي الشخصيه عن جد، عارف انه شو سمات روح الشر، وصرت شوفها باشخاص، وصرت اشتغل اني كل مره طلع سمات من سماتها حسب المرحله الدراميه اللي عم تقطع فيها الشخصيه، لدرجه انه ممكن انت اذا قررتي تروحي يا هدى بطريق الشر فيك تصيري بتشبهي الروح النجسه. نعم. يعني بالحياه اكيد. خلال كتابه هذا العمل، وهو مقتبس من قصه حقيقيه، تم اجراء يعني مقابلات مع الناس اللي عاشوا الأحداث بشكل حقيقي، لكن بالنسبة لك هل قابلت كلير الحقيقية؟ هل سويتي يعني مثلا بحثك الخاص؟ قابلتي شخصيات؟ يعني هي كلير لا يعني لا. وما بعرف يعني إذا هي توفت، ولكن هو كان في نوع من احترام لخصوصية وسرية هالأشخاص. نعم. اللي هن قطعوا بهالتجربة، ولكن احنا بنعرف انه دائما انه يعني الممثل هو بياخذ من الواقع، بياخذ ولكن لا ينقل الواقع مثل ما هو، لانه دائما في عمليه التخيل وعمليه الابداع وعمليه القراءه الخاصه اللي بتجي من الممثل واللي بتجي من المخرج مع الكاتب، مع الكل مشترك بيساهم بانه يخلق شخصيه مستوحاة من الواقع ولكن صارت لا تشبه الواقع. نعم. صحيح. نعم. طيب احنا شفنا من خلال الحلقات انه انصاف اللي تلعب دورها دينا الشربيني تحاول تساعد عائلة حداد عشان يتخلصون من هذه اللعنة، بس ليش قاعدة تتعرض لكل هالمواقف المرعبة؟ هلا لانه هي تمثل الخير، يعني هي الروح الخيرة يلي هي الروح الصافية يلي هي اللي بتقدر تواجه روح الشر وتتغلب عليه، فطبيعي انه هذا الصراع بين الخير والشر، يعني هو الدراما هي صراع. نعم. نعم. فضروري انه نشوف قد ايه هي رح تتعرض لمواقف كثير صعبه لدرجه يمكن ما تربح. ما بنعرف اذا هي اللي رح تربح او كلير. نعم. اللي رح تربح. طيب خلينا نتابع بعد مقطع من العمل. اوكي. انصاف يا بنتي، ما كنت طورتي بالك شوي؟ يعني وين بدك تلاقي شغل هلا؟ كل الاشغال فيها مشاكل. معلش شلون نصيب جه كده؟ بتعمل كده ليه؟ لا 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 لا.